مواصلة الجهود المبذولة في محاربة انتشار غشاء المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغردايا خلال هذا الأسبوع من حجز 4800 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغرام سيارة سياحية مع توقيف شخصين مشتبه فيهما. العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات والانتشار محكم للوحدات عبر شبكة الطرقات ليتم توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش الدقيق والعثور على المحجوزات السالفة الذكر. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.